الاحتفالية الكبيرة اللي شرفنا بيها بوجود فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي انتوا كلكم بتحبوه. كان لازم احنا وكل زملائنا وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الناشط جدا الإعاقة الذهنية ان احنا نقول لكم متشكرين جدا، متشكرين لكل الأسرة المصرية الطيبة اللي دايما تعبانين مع ولادهم وفخورين بوجودكم، وانتوا كمان لازم تكونوا فخورين بولادكم الملايكة. ان شاء الله عقبال كل سنة نفرح بيكم وتفرحوا قادرون باختلاف. وطبعا الاتحاد هيكون اسمه بالنسبة لينا اتحاد قادرون بدل اتحاد الإعاقة الذهنية ان شاء الله. يعني فنعلن هذا الاسم مع المهندسة أمل مبدا، فانتوا اعضاء قادرون. هو النهاردة طبعا امتداد لفعاليات قادرون باختلاف اللي حضرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 5/12. احنا عملنا كتير جدا من يوم 5/12 لحد وقتنا هذا. كان اهتمام مع الوزير انه لازم يكرم جميع العاملين وجميع القائمين على الحدث. احكي لك يا ست، انا سالت له بس السؤالين المهمين. بعد السؤالين الاستاذ اشرف عبد الباقي الح عليا: انت نفسك في ايه؟ انطلقت بكل جراه: انا نفسي بقى، انا سباح ونفسي انضم في سباحه فريق السباحه في النادي الاهلي. بعدها نفذ الطلب خلال 24 ساعه. ايه رايك في اللي حصل يوم لما قابلت السيد الرئيس وشفت الكلام اللي بيتقال والتكليف؟ والله هو كان يعني انا عن احساسي انا كان احساس حلو وجميل، يعني حتى اسعد لحظه لما الرئيس طلع وسلم علينا، ده حتى نساني ان انا اقول امنيتي. والله نفسي امنيتي تتحقق ان شاء الله. يعني نفسي اكون مذيعه اولا، بحب الاذاعه وبحب التمثيل. انا مبسوطه قوي وجايه عشان انا جايه اتكرم. سياده الوزير، احنا هنبتدي دلوقتي التكريمات، واول تكريم من حضرتك النهارده هيكون لفناننا الجميل استاذ مصطفى شعبان. السيد الرئيس اللي حب كبير قوي في قلوبنا، ان الاولاد كلها بتحبه وهو اللي خلى عيالنا النظر عليهم. عايزه اشكر السيد الرئيس جدا، انا بحبه جدا جدا جدا، واشكر على الحفله الجميله، واشكر على الطياره، واشكر على حاجات كتير. عبد الرحمن، عملت ايه في الحفله اللي كان فيها السيد الرئيس واستعدت لها ازاي وخدت وقت قد ايه؟ احنا خدنا وقت اكتر من شهر، ابتدينا نتمرن على الاستعراض وابتدينا نتعاون مع بعض في العرض. ابتدينا نجح العرض بكل بساطة جدا. قولي ايه للسيد الرئيس؟ هقول له شكرا لعبد الفتاح السيسي، هو شجعنا، هو اللي طلعنا على المسرح، وانا بحبه كتير قوي. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبشكر الوزير اشرف صبحي، وبشكر امل مبدا تعبهم معانا يعني وكده. نفسك تعملي ايه؟ نفسي ابقى بطلة عالم.